لقد انتحرت لأنني حزين. منير يا نونو، نونو. شو بك سمير؟ انتحر خيي منير. يلا قوم قوم قوم، عشو عم تبكي؟ عشو عم تبكي؟ بعد حدا بيبكي عميت؟ مش دارج، عود بلا جرسة. مرحبا يا جيران، سمعت صريخ حدا ابو شيء؟ مات خيي منير. ولا شو الصريخ؟ لك مين بعد بيصرخ اذا مات له حدا؟ مش دارج. اوكي. طيب بتعرف شي شركة اتصالات تنبعت مساجات اس ام اس نعوي؟ بدك تبعت اس ام اس نعوي يا ديمودي؟ مش دارج. هلا بتنزل له صورته على الفيسبوك، بتكتب تحتها ار اي بي خيي منير وبس. هيك دارج. اوكي. طيب كم يوم بنعمل تعازة؟ تعازة؟ ليش مين بعد بيعمل تعازة؟ كل العالم بتعزى على الفيسبوك يا حبيبي، مش دارج. اوكي. طيب بنجيب النوبة لأنه خيي منير شاب. ايه والله بدي نوبك بشأن الدجاج إن شاء الله. لشو النوبة؟ مش دارج، مش دارج بقى يجيبوا نوبة. اوكي اوكي. إنه هيك يعني؟ يعني منحطه بالتابوت ومنخده على الكنيسة ومنصلي عليه بس؟ يا حبيبي مش دارج نحط الجدة بالكنيسة، بيتركوها بالبيت وبيروحوا بيصلوا لها بالكنيسة. وهلا آخر مدة حتى على الكنيسة مش دارج بقى يروحوا، بيروحوا دغري على المدفن، بيصلوا على الجدة، بيفوتوها على القبر وبس. هيك دارج. هيك صار الموت بهالأيام؟ وين بعدك؟ وهلا صار في شركات تجي لعندك على البيت، بياخدوا الميت بيروحوا بيصلوا له بالكنيسة بيدفنوه بس، انت بتقعد بالبيت ما بتتعذب، لا بتروح ولا بتجي. هيك دارج، كل شي من ايام زمان هلا مش دارج. طيب شو عم تعمل؟ عم بطلب شي شركة هات تجي تاخد خيي منير وتدفنه. لا يا حبيبي قبل ما تلفن، مشو نروح على شي مطعم ناكل لقمة مرحمة على نفسه. هي دخيلكن، انا كتير بحاجة اني موه. منروح بناكل لقمة وبنرجع منروح عشي نايت كلاب منولعها. وخيي منير منيح، تركوا هلق. يلا قوموا، مش دارج نبقى حد الجدة، مشو نروح نولعها ونحمل جنازة. هوب 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 منير! ايه هوب هوب. قلت طالما جنازة حامية لازم يكون الميت كلب، مش هيك بقول المطعم؟ هوب 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 هوب. ولك قومو قومو، وحاجة فلسفة هيدا، قومو مشو يلا. هوب 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 بسمان.